السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا معنا في المهرجان الرابع الدولي للتعايش السلمي في أوروبا ببروكسل اليوم السبت 2 أكتوبر. حياكم الله أينما كنتم أعزائي الكرام. أنا جد فرحان لأنكم أتيتم من كل مكان، وبالأخص الدكتور عصام البدري وصديقنا العزيز محمد الشمري، وأحييكم أنتم جميعا أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله.